مشاهدينا بنرجع من كفي برنامج الجسر، وهالمره ضيفي باستديو الاستاذ ماجد جرجس. مساء الخير استاذ ماجد. حضرتك يو ار بروكر، ريل استيت بروكر، ولكن مش حيلا ريل استيت بروكر. ضروري اذكر للمشاهدين انه بالباست 10 ييرز، خلال السنوات العشر الماضيه، حضرتك حزت على الجولد توب بروديوسر اوورد من ستاتن ايلاند بورد اوف ريلترز. مساء الخير وشكرا على وجودك معنا. رح نحكي بمقابلتنا طبعا عن شراء البيوت وبيع البيوت، والسؤال الأول يلي بيتوارد على ذهني هو هل حاليا فترة منيحة كرمال الواحد يشتري بيت أو يبيع بيت؟ هقول لحضرتك على حاجة. ناس كتير خالص بالنسبة للي بيشتروا في الحقيقة بيضيعوا فلوسهم كتير في الإيجارات. في اخر سنتين ثلاثة سبيشالي الايجارات عليت بصوره مبالغ فيها زياده عن اللزوم، لدرجه ان بقى اي حد دلوقتي بيشتري مثلا بيت بمقاس معقول بيكون المورجج بتاعه اللي هو القرض اللي بيدفعه كل شهر الدفعه الشهريه مقاربه تقريبا للايجار اللي كان بيدفعه. المميزات الزياده ان على مدار ال 30 سنه اللي هو بيستلف فيهم الفلوس الدفعة الشهرية بتاعته ثابتة، بينما الإيجار كمان 10 سنين أنا متأكد إنه هيكون أعلى من كده بكثير مثلا من دلوقتي. الحاجة الثانية كمان لازم يحطها في اعتباره إن هو بيبني إيكويتي في البيت، بمعنى إن القرض بتاعه لو النهاردة مثلا هو اللي بيشتري قرضه 300,000 دولار، في خلال 5-6 سنين هيبقى أقل من كده بكثير. لو حب إن هو يبيع البيت ساعتها هيكون بنى إيكويتي في البيت. أسعار البيوت المفروض على اللونج ران ان هي دايما بتزيد، لان ريال استيت في امريكا دايما بنوصل على اللونج ران. نعم اكيد ان هي الاسعار طبعا بتعلى في المستقبل، طبعا انه خاصه هلا يمكن الاسعار وطيت بمستوى معين من بعد الفاينانشال كرايسيس، وبالتالي يمكن افضل الانسان انه يشتري اذا كان بمقدوره يشتري من انه يستاجر. هيدي النصيحه. هو ده اللي حاصل في الوقت الحالي. الاسعار فضلت زياده في يعني من اواخر مثلا 1999 لحد almost 2006. نعم. في صعود جامد، بعد كده حصل دراب جامد، اختلف من ولاية للتانية ومن تاون للتانية. بس اللي احنا شايفينه في الماركت دلوقتي ان تقريبا من سنة 2012 حصل ثبات وفي صعود جراديولي بالراحة، مش زي زمان بس في صعود احنا شايفينه. طبعا خلينا نعطي النصائح الاوليه للشاري البروسبكتيف باير يلي بده يجي يشتري ستاتن ايلاند او بنيويورك كلها. شو هن اول نصائح لازم يطلع عليهم الشاري؟ الجولدن رول بتاعت الريل استيت لوكيشن، لازم الواحد يختار اللوكيشن مظبوط. لازم الحاجه الثانيه اللي يختارها المشتري المقاس الصح بتاع البيت، السايز. You cannot change the location, you cannot change the size of the house unless لو تعملي extension أو حاجة زي كده, which is طبعا very costly يعني. طبعا الكونديشن بتاعت البيت، حالة البيت من جوه. لو في حاجة محتاجة تصليح في البيت، let's say مثلا واحد عجبه بيت خالص ولكن الكيتشن وحش, that's fine, الكيتشن ممكن يتغير. فإتس أوكي إن الواحد ياخد حاجة الكونديشن بتاعتها ما تكونش مظبوطة 100% بحيث إنها تتصلح بعد كده. طبعا مش مفضل ولكن at least تقدر يتغيريها. طبعا بس يوصل عندك كابل او شخص لحاله وقرر انه يشتري هيدا البيت. أيوة. شو هي الخطوه الثانيه او شو هي النصيحه المهمه اللي بتعطيها اياه او له من بعد ما يقرر ويثبت رايه على شراء هالمنزل؟ من اهم النقط طبعا هو في الاول لميك شور ان الانسان ده هو لو مش هيشتري كاش, لو هياخد قرض لازم يميك شور ان القرض ده هيبقى بالنسبه له مظبوط, وان الدفعه الشهريه بتاعته تبقى كويسه, ما يزنقش نفسه في البيمنت عشان بعد كده ما يتعذبش في البيت دهوت. بالنسبه لحكايه نقطه مهمه ناس كتير بتسالني عليها, الاسعار بالنسبه للناس اللي بتفاصل, هل المفروض الواحد يعني يعمل نيجوشيشن مع السيلر بفلوس قد ايه, ينزل 10,000 5,000 50,000؟ ده السؤال بيبقى في الحقيقه العمليه كلها عرض وطلب. وبيعتمد اساسا على البيت اساسا نازل بسعر كام في الماركت. لو واحد منزل البيت برايس درايت, يعني اما بنشوف بيوت بيجي لها اوفرز بتعدي كمان الاسكينج برايس سبيشالي في اليومين الماركت اليومين دول. وفي بيوت تانية لو صاحب البيت ليتس سي لو في بيت ورث لايك 500 صاحب البيت حاطه 599, ايوه هيتباع برضه بال 500.
It doesn't mean ان كل بيت لازم ينزل بال 40 وال 50 الف. في بيوت زي ما بقول لحضرتك بينزل قليل خالص 4-5 آلاف، ان ما زادش كمان. طيب كيف بيقرر الشير؟ يعني اوقات كثير انا بعرف كثير من الشورات يلي هن فعليا هن بيعملوا الصفقه، يعني البروكر ما بتحس انه بيساعدهم، البروكر يمكن بمحل معين بهمه بس انه يبيع كرمال يعني get the deal done مثل ما بيقولوا. أيوة. ولكن أوقات الشاري بياخد على عاتقه هو أنه يعمل المفاوضات والنيغوشيشنز إلى ما هنالك. So يعني مش كل البروكر بالفعل استاذ ماجد بيكون بتحس في عندهم مصلحتهم هن الشاري بالأول. yeah. كيف لازم هالشاري يتصرف برأيك؟ هقول لحضرتك على حاجة. الماركت is widely open. المفروض أن البيت كلها بتنزل في نظام المالتيبل ليستينج سيرفيس، which means ان اي بيت بينزل في الماركت نازل على multiple listing، البروكر بيقدر يبيع البيت دهوت اذا كان الليستنج بتاعت الاوفيس بتاعته او different office. It doesn't matter. المفروض السمارت بروكر اللي يدو ذا رايت جوب للمشتري دهوت، لان احنا مش بندور على بس one sale out of this person. Most probably this person 6 months later هيكلمني عشان الكازن بتاعه عايز بيت والنيبر بتاعه عايز بيت. You do the right thing to people, they will always get you business and then you grow. طبعا في اوقات معينه بتقول له للشاري للباير انه ما يشتري هذا البيت. اكيد. باي حالات؟ yeah. مثلا لو if it's a bad location، لو في major problem في اريا انا عارفها اوريدي قبل كده. لازم الواحد يكون honest كتير مع البايرز ويقول لهم الحقيقه. يعني بالحلو والوحش بتاع البيت، وفي الاخر كل حاجه بيحكمها سعر. المفروض مثلا هنا لو في بيت على major road بيكون سعره أقل من الشوارع الهادية. على عكس في بلدنا إحنا كعرب كلنا مظهور. مثلاً بيحب الناس أنها تسكن في الشوارع الرئيسية. في أمريكا نو، بيحب الشوارع الهادية. فأز لونج أز أنتي بس ديسكلوز المشاكل دي كلها للمشتري، قراره بعد كده الواحد يديله النصيحة. إذا في هلأ يعني الأشخاص اللي عم بيقرروا يبيعوا منازلهم، هل بتنصحهم هالفترة هلأ مناسبة إنه الواحد يبيع بيته؟ هقول لحضرتك، لو اساسا البيت دهوت مش انفستمنت بروبرتي، يعني بيت بيساكن فيه، ديبندز هو رايح فين بعد كده. لان دايما الماركت واحد يقول مثلا انا مش عايز ابيع البيت بتاعي غير لما الاسعار تغلى. طب اوكي، ما هو انت برضه لما هتيجي تشتري بيت تاني هتكون برضه الاسعار غاليه للبيت اللي انت هتشتريه. فلو انت عندك بيت اساسا دازنت ريلي ماتر تبيعه في اي وقت. لو انت رايح تشتري بيت تاني بعد كده اسعار واطيه هتشتري برضه بيت تاني بسعر واطي. انا شخصيا بعت بيتي الاولاني والماركت كان اول ذا واي داون، بس اشتريت برضو بيتي الجديد بسعر القليل، بسعر كتير كتير قليل. بالظبط. بالنسبه للفيرست تايم هوم باير اللي راح يشتري بيت، ده اكيد احسن له اني anyway من دفع ايجارات طول العمر. طبعا. فاذا الايجارات يمكن عليت كمان استاذ ماجد بسبب كتير عدم كتير. تمكن الناس من شراء منازل من بقى. احدى الاسباب الاساسيه اللي اثرت في الحكايه دي، وخاصه ان في ناس كثيره طلعت في الكلوجرز وفتره كانت صعبه على ناس كثيره، راحوا اجروا بيوت. نعم. ليش بس نحكي مثلا بالماركت او نسال البروكر بيقولوا انه بيع المنازل وشراء المنازل it happens افضل بالفيرست كوارتر اوف ذا يير، باول ربع من السنه؟ هو اللي بيحصل ان اغلب اللي بيبقى عايز يشتري بيت بيبقى عايز يعمل الكلوزنج بعد السيزون بتاع المدارس لما يخلص، عشان ما يضطرش ان هو يحول الاطفال بتوعه من مدرسه للثانيه. فدايما الناس بتحب انها تدور على بيوت في اول 3-4 months of the year، بحيث ان الكلوزنج يتم من جون لحد سبتمبر. المرحله بتاعه الكلوزنج هنا في نيويورك بتروح دايما between 60 to 90 days ما بين الكونتراكت لحد الكلوزنج، مع اجراءات المورجج والاجراءات اللي هي بتاعه المحامي تايتل سيرش والحاجات دي كلها. تاخد لها 60 to 90 days. خلينا ناخذ استاذ ماجد اتصال من ايمان، في عندها سؤال لحضرتك. مساء الخير ايمان. كريتا، كيف صحتك؟ الحمد لله الحمد لله. عم تتصلي فينا من نيويورك، تفضلي. نعم اكيد اكيد. بدي اسال استاذ ماجد بس اذا مثلا شخص ما عنده او بالاحرى الانكم مش كثير قوي عنده وبده يشتري بيت، ويعني بطريقه من الطرق مثلا شو الحل الى هيدي؟ يعني بيقدر مثلا يجيب من برات البلد او شيء، بس طالما هون بيقدروا يعطوه، يعني بيقدر يظبطها بطريقه ولا اماني؟ بس لو سمحت عيدي بس سؤالك، انا شخصيا كمان ما فهمت السؤال. لا، اذا الانكم تبع الفاميلي او الشخص واطي وبده يشتري بيت بهالبلد، وبيقدر يجيب من برات البلد، يعني
بيقدر يفوت بشراء منزل هون؟ سؤال يعني هل ممكن تمويل شراء المنزل من خلال استقدام أموال من خارج أمريكا؟ أيوة طبعا، الداون بيمنت كتير، بيبقى ناس كتيرة بتبيع أملاكها في البلاد الخارجية وبيحطوها زي داون بيمنت. هنا بيبقى له شروط في البنك، من احدى النصائح المهمه خالص زي ما كنت بقول لكم ان احنا نعملها، ان لازم الواحد يعمل قعده مع واحد بتاع مورجج لندر في بنك عشان يبقى عارف بالظبط الحاجات اللي هيقدر ان هو يظبطها مثلا في خلال الكام شهر اللي جايين عشان يقدر يجي له مورجج. تمام أماني، شكرا على اتصالك على سؤالك. استاذ ماجد شكرا على وجودك معنا، ان طبعا على طول بالعمل الدؤوب، وان شاء الله مش بس 10 سنين، 20 سنة الجولد توب بروديوسر اوورد بتحصل عليها، وهذا شرف طبعا لنا كعرب. اذا مشاهدينا قبل ما نكفي البرنامج بحب اذكركم بالكونتست المسابقات يلي ناطرتكم على عبر صفحة الفيسبوك للبرنامج. في عنا الأول جائزة هي تذاكر لحفلة نجوى كرم بفلوريدا، وعندنا طبعا كمان حفلة تانية بفلوريدا للفنان اللي نسيت الاسم هلأ على الهواء، لكن طبعا فريق الأعداد هلأ بيذكرني، في تذاكر لكونسرت تاني كمان بفلوريدا، وعندنا كمان الباي ماي بيل كونتست يلي هي فيكن تدفعوا، نحن منتكفل دفع فاتورتكم، فاتورة التلفزيون والاشتراك إذا كنتم من مشتركين عبر ديش نتورك أو ديش وورلد أو الكيبل، وعندكم فرصة كمان كرمال تربحوا جايزتين تذكرتين لستارز أون بورد كروز، اللي طبعا في فنانين مثل كاظم الساهر وتامر حسني، وذلك من خلال المشاركة عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. إذن لحظات مع الإعلان ومنرجع من كافيه البرنامج.